يقول: هل من المحبة الطبيعية المأذون بها شرعا محبة الابن المسلم لأبيه الكافر أو لأخيه؟ لا، ما لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إبراهيم عليه السلام لما تبين له أن أباه عدو لله تبرأ منه. فكونه يحسن إليه ويبر به هذا واجب عليه، أما كونه يحبه لا، يحسن إليه مكافأة، يحسن إليه من باب المكافأة على تربيته له وأنه والده، يحسن إليه لكن لا يحبه بقلبه. أن تتعامل مع الكفار بالبيع والشراء وتحسن على من لا يسيء إلى المسلمين من باب المكافأة، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، فهذا من باب المكافأة والتعامل الدنيوي. أما المحبة في القلوب هذه لأهل الإيمان خاصة. نعم.